القدس بعيون الفنانين العرب عنوان لانطلاق ملتقى الفن السابع والذي نظمته جمعية آيلا للثقافة والفنون في العقبة بمشاركة 50 فنانا من 5 دول عربية. الفنانون العرب أكدوا أن اختيار العنوان جاء تنفيذا لرؤى ومرتكزات القيادة الهاشمية في نصرة القدس والمقدسات ومواقف جلالة الملك إزاء القضية الفلسطينية ونظرا لانحياز الفن التشكيلي لعدالة القضية. الفنانين ايش تعبيرهم عن حبهم للقدس، عن قضيتهم الفلسطينيه؟ فكان هذا المعرض او الورشه، واتمنى نكون لوحاتنا تكون في مستوى الحدث او في مستوى الشيء اللي احنا الجوهره اللي نرسم عليها هي زهره المدعين القدس. وفي ثقافه مشتركه بيننا وبين شعبنا اخواننا في الاردن، وفي تلاحم من خلال التلاحم هذا العربي مع شعبنا الفلسطيني والتضامن مع القدس وضد الاحتلال، فهذا بعطي ميزة مميزة كتير للمهرجان الفني اللي دائما منشارك بهذا المهرجان. ملتقى الفنانين القدس بعيون الفنانين العرب، يعني كل فنان يعبر بطريقته معينة أو مدرسة معينة عن اشتياقه وحبه والقضية الفلسطينية نفسها من خلال القدس، وإن القدس عربية وهي عاصمة فلسطين.